تستهدف الحكومة تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية لضبط الأسعار والحد من التضخم، كما تم تحديد مجموعة من البرامج الفرعية سعياً لخفض الأسعار. وتفيد التوقعات الحالية للتضخم أنه سوف يشهد اعتدالاً خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط نتيجة تضافر عدة عوامل منها: تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي. عدد من الازمات الاقتصاديه الكبرى شهدها الاقتصاد العالمي، تسببت في ارتفاع معدلات التضخم العالمي، بدات بجائحه كورونا وتداعياتها لتعقبها الحرب الروسيه الاوكرانيه، ثم اندلاع الصراع في منطقه الشرق الاوسط الذي عرقل حركه التجاره العالميه، ولم تكن مصر بمعزل عن المستجدات والتطورات العالميه، حيث تاثرت اسعار السلع والخدمات بشكل كبير جراء الاحداث التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. وتفيد التوقعات الحالية للتضخم المحلي أنه سوف يشهد اعتدالاً خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي. وفي هذا الإطار تستهدف الحكومة تنفيذ برنامجين رئيسيين لضبط الأسعار والحد من التضخم، كما تم تحديد مجموعة من البرامج الفرعية سعياً لخفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول للمواطنين. فيما يخص البرنامج الفرعي الأول وهو ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، تعمل الحكومة على توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي. لمده لا تقل عن تسعه اشهر مع تنويع مصادر الحصول على هذه السلع بالنسبة للبرنامج الفرعي الثاني، وهو التوسع في الانتاج الزراعي والغذائي، تستمر الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتعزيز المعروض من السلع من خلال تعظيم المساحات المزروعة من السلع الأساسية مثل القمح، مع وضع حوافز للقطاع الخاص للاستثمار الزراعي. أما فيما يخص البرنامج الفرعي الثالث، وهو ضمان الاستقرار السعري، تحرص الحكومة على منع الممارسات الاحتكارية، كما تستهدف تحديد مجموعه من المسارات لاتباع مسار نزولي للاسعار خلال الفتره المقبله في ظل استقرار السياسات النقديه واتاحه العمله الصعبه وهكذا تاتي مساله ضبط الاسعار وتوفير السلع الاساسيه في مقدمه اولويات الحكومه خلال الفتره القادمه للحد من الضغوطات التضخميه والوصول بمعدل التضخم الى رقم احادي خلال عام 2025